السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج المشهد، نخصصها لنقاش زيارة رئيس الجمهورية السيد محمد ول الشيخ الغزواني لإسبانيا. معي لنقاش هذا الموضوع باب إبراهيم الناشط الشبابي، أهلا بكم أستاذ الكريم. أهلا بكم ومرحبا. شكرا على تلبية الدعوة. بداية لو بدنا بالسياق العام لهذه الزيارة. شكرا جزيلا. السياق العام لهذه الزيارة يمكن الحديث عنها ما دام الرئيس تحدث عن الوضعية العامة و ما يطبع المشهد، فيمكن الحديث عما فات من مأموريته وهو أكثر من نصفها. نعم. ويمكن أن نعتمد على ما قاله كحصيلة رئيس بعد انتخابه أو حكمه بأكثر من نصف مأموريته التي هي 5 سنوات، يجلس مع مواطنين ويتحدث بهذه اللغة بعد أسبوع أو أسبوع يزيد بأيام قليلة على تغريدة السفير الإيرلندي الذي هو الآخر كان أمام تقييم مشابه للذي خرج به الرئيس من طرف مفوضية الأمن الغذائي، وهو إن دل على شيء فإنه يدل على تهرب واضح وللأسف عدم اتجاه حول تسيير معقلا لموارد شعب غني بموارده فقير بمسؤوليه وإدارته. ولكن أيضا إذا نظرنا إلى خطاب الرئيس أو حديث الرئيس البيني مع الجالية، هو كان في سياق رد على مجموعة من المطالب تقدمت بها الجالية، وهو رد في سياق أنه يجب أن يكون المواطن أكثر جدية وأكثر وعي بالإشكالات المطروحة، وأنه خصوصا أنه جاليات في الخارج هي جاليات يتم الرهان عليها اقتصاديا من البلدان. يعني المفروض خصوصا نحن نتحدث عن دولة أوروبية من أفضل الدول في هذا المجال. شكرا جزيلا. المواطن يجب أن يظل دوما جزء مهم من المشهد. لا، أنا أتحدث عن 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 المواطنين في الخارج، خصوصا أنه مصدر العملة الصعبة وأنه دعم الاقتصاد وليس فقط الاتكال عليهم. لكن هناك أولويات. حين نتحدث عن العملة الصعبة يجب أن نتحدث عن عائدات الحديد، 13 مليون طن من الحديد الخام عائداته تعود بالدولار والأورو. يجب أن نتحدث عن عائدات الصيد، السمك الموريتاني يصدر إلى جميع القارات، تجده في كوريا الجنوبية، في إسبانيا ذاتها، في مختلف دول أوروبا، في اليابان، في أغلب الدول. كذلك يجب أن نتحدث عن مردودية الذهب، يجب أن نتحدث عن مردودية النحاس، يجب أن نتحدث عن مردودية موارد الشعب التي يسيرها هذا المسؤول ويتحدث عنها ويعطي تفاصيل. ذهب في حديثه عن فقر الشعب الموريتاني إلى تفاصيل وصل فيها إلى المتسولين على الشوارع. لما لم يبدأ بما هو مسؤول عنه وهو الموارد التي يسيرها ويتحدث عنها بهذا التفصيل، وبعدين يصل لاستنتاج منطقي ومقبول؟ لكن أن يلقي شخص أو يتهرب من المسؤولية بهذا الشكل بالحديث عن للأسف عن أمر غير صحيح، وهذا لا يناسب منصب رئيس الجمهورية أن يتكلم بأمور بهذه الفداحة، أن تتحدث مع مواطنين أرغمهم الفقر والبؤس وانعدام الأمل على الهجرة، وفيهم من مضى على هجرته عقود، وفيهم من تتحدث إليهم أمامهم أنت رئيس مضى من مأموريتك أكثر من نصفها وكنت تتحدث عن الأمل وعن الإقلاع الاقتصادي وعن الحرب على الفساد. لكن أيضا المواطن متعود على أنه الرئيس يقدم صورة مختلفة عن الواقع، هو فقط تحدث عن الواقع، تحدث عن مشاهد البؤس، تحدث عن الإشكالات الموجودة الاجتماعية، تحدث عن الفقر، هذا الواقع اليومي. شكرا. تحدث عن الجزء الذي يمكن أن تعد هذه نقطة في إطار الصراحة مع 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 المواطن. لا لا لا، تحدث عن الجزء الذي يدينه من الواقع ولم يتحدث عن الواقع. نعم. من يريد أن يتحدث عن واقع الاقتصاد الموريتاني يجب أولا أن يتحدث عن الموارد الضخمة، عن الصيد، عن الحديد، عن النحاس، عن الذهب، عن الثروة الحيوانية، عن آلاف مئات آلاف الهكتارات
على ضفة النهر الصالحة للزراعة، وهي يمكن أن تشكل أمن غذائي إذا استثمر فيها بشكل صحيح. وبالمناسبة تراجعت بقدوم هذا النظام، بقدوم الرئيس الجديد، والنظام ما زال كما هو. الذي تحدث عنه هو الجزء الذي يدينه الفقر الحقيقي الذي نعيشه، هو فقر على مستوى المسؤولية، الفقر على مستوى مسؤولين يحسون بالمواطن. لما لم يتذكر السيد الرئيس هذا الفقر حين أصدرت حكومته مرسوم بعد اجتماع مجلس الوزراء يبوب يحدد العلاوات اليومية للمسؤولين الذين يذهبون في الداخل وليس بالخارج، وتصل أحيانا إلى راتب طبيب، إلى راتب معلم، إلى راتب وكيل أمن. لما لم يتذكر هذا وصفقات التراضي يتم الحديث عنها بالعشرات ومئات المليارات؟ لما لم يتذكر السيد الرئيس أننا شعب فقير ومتسول حين تبدد ثرواته ويتم الحديث عن عمليات فساد ضخمة ولا يتم عقاب أي شخص ولا حتى إقالته؟ لما لم يتذكر السيد الرئيس أننا دولة فقيرة وبحاجة لإدارة جدية وتحمل لمسؤولية أكبر حين يدور المفسدين يوما بعد آخر وآخرهم بالأمس؟ لما لم يتذكر السيد الرئيس وطاقمه المحترم أننا دولة فقيرة حين يقدمون على أفعال بشعة تجاه مواطن يعيش فقر مدقع وبؤس وانعدام الأمل، وحديثه لن يجني منه المواطن الموريتاني سوى انعدام أمل ظل يشبه السراب، لكنه مع ذلك ظل يطارده. وهذا هو ما يمكن أن نقول أنها النتيجة. نعم. أنها النتيجة نعم. هذه الزيارة أيضا تحدثنا عن السياق المحلي، هناك أيضا سياق دولي، هناك أزمات متلاحقة، هناك إشكالات متعلقة بلا حد ما بقوعة الدول، خصوصا أنه بلد للأسف ما زال يعيش من الخارج. برأيك هل يمكن فعلا أن تكون هذه الزيارة صرخة من موريتانيا أو محاولة لرسم مسار جديد في إطار تثبيت وتقوية العلاقات مع إسبانيا؟ ماذا تفيد الزيارات الخارجية خصوصا إلى أوروبا في هذه الظرفية، وأوروبا نفسها تعيش تحدي لم تعيشه منذ الحرب العالمية الثانية وانتجته الحرب الأخيرة بأوكرانيا بين الروس وأوكرانيا نتيجة لاعتماد أوروبا على الطاقة الروسية، ونتيجة لكون الروس وأوكرانيا من بين الدول الأكثر تصدير لمواد مهمة في المجال الغذائي مثل القمح وما إلى ذلك. لما لم تكن هذه الزيارة إذا كانت جاءت في هذه الظروف وجاء التحرك انطلاقا منها، لما لم تكن إلى شمامة مثلا للاطلاع على وضعية المزارعين وللتفكير بشكل جدي، خصوصا أننا لم نخرج من جائحة كورونا حتى أتت الحرب الأوكرانية الروسية، وهذه تضيف تعمق وتفاقم من المشكل الذي تعيشه الدول مثل دولتنا التي تعتمد بالأساس على ما تستورده في مجال الغذاء وفي مجال الطاقة. إذا كان هذا التحرك جاء نتيجة لاستشعار خطر وحجم المسؤولية وحجم التحدي الذي تشكله هذه الحرب، لما لم يكن إلى شمامة للتفكير بشكل جدي في أمن غذائي ووضع أسس حقيقية لتحقيقه؟ لما لم يكن التفكير بشكل جدي على الاعتماد على مواردنا وهو يتحدث عن الفقر المدقع؟ ولكن أيضا هذا لا يشكل تناقض بين الاهتمام بالاكتفاء الذاتي والاستثمار في الداخل وتقوية العلاقات مع الدول الأخرى؟ هذا مسار لا يوجد هناك تعارض، يشكل تناقض وسأوضح لك ذلك. نعم. أولا إسبانيا من بين الدول الأوروبية التي تعيش الآن تحدي وفي مشكل ومأزق أفرزته الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي ليس من الطبيعي أن تذهب إلى قارة تعيش مشاكل بهذا الحجم وجل الموارد التي يمكن أن ترصد موجهة لمساعدة أوكرانيا ولاستقبال اللاجئين الأوكرانيين، وطبعا لهم الأولوية والأولوية والأولوية على شعب مثلنا والدولة مثلنا. إذا كان التفكير بشكل جدي، لما لم ينفق هذا الوقت وهذا الجهد وما ستكلفه هذه الزيارة
من موارد ووقت، لما لم يستخدم في التفكير وترأس الرئيس لاجتماعات مهمة لوزارات تعتبر هي المعنية بالشكل الأول بالمشاكل التي تفرزها مثل هذه التحديات؟ لما كما قلت لك لم يذهب إلى الضفة؟ لما لم يذهب إلى مناطق المنقبين؟ واليوم سيكون ذهب مستخرج، ذهب السطحي ربما سيشكل رافعة دعامة حقيقية إذا تم تسييره بشكل معقل، وإذا عرف أين تذهب كمياته الكبرى التي لم تنعكس على قيمة الأوقية. لما لم يذهب إلى قطاع الصيد ويعيش ما نعرفه جميعا الأخطبوط الآن بالكاد أزمة حقيقية تم الحديث عنها من أواخر 2021 أو من وسطها وحتى اليوم، ويعيش تحدي في مجمله تشكل من جهة مصانع موكا التي تعبث بثروتنا وهي في الأصل مصانع للسردين وما إلى ذلك، ولكنها تركز تأخذ الترخيص وتركز على ما يضرنا ويضر شعبنا، روائح موكا واستنزاف للثروة السمكية في الوقت الذي لم يتم فيه التحول في مجال الصيد الذي كان يرجى من منح مثل هذه الرخص ومن التغاضي عما تفعله بالثروة السمكية. لما لم يوضع هذا الجهد وهذه الموارد في صالح أو فيما يمكن أن يشكل أولوية لهذا الشعب الذي وصفه الرئيس بالشعب الفقير والمتسول؟ بالمناسبة هناك فقرة بين فقرات تدل على التناقض في الحديث الذي تحدث عنه السيد الرئيس. مثلا يقول لك عند إشارات المرور هناك متسولين، وقبل أسبوع هناك حملة على المتسولين، هو يقول أنهم غير متباغلين، أنهم الحاجة هي ما دفعهم إلى التسول. لماذا إذا كان الرئيس يتفاهم لماذا يتكلم بهذا الكلام أمام الجالية بمدريد في الوقت الذي تشن فيه حملات على المتسولين عند إشارات المرور؟ هذه فقرة من بين فقرات أخرى تدل على التناقض وعدم الجدية، ويمكن أن يكون مثل هذا الكلام هو مناورة سياسية والتغطية على ما قاله السفير الذي ذكرنا سابقا في إطار حديثنا هذا، وربما يحاول من خلاله تبطيل مفعول الناس التي تتحدث عن الواقع بصدق وبواقعية وتتحدث عن واقع مأساوي. مثلا كل شيء عندنا مسيس حتى مثل هذه المأساة، وأنا أظن أنه يراد من خلال مثل هذا الكلام أنه حين يتكلم أحد يقال عن هذا مثل هذا الواقع يقال له الرئيس قال أنا شعب فقير، فماذا ستضيف؟ قال أنا هناك دولة فقيرة، ماذا ستضيف؟ لكن هذا غير صحيح. نحن دولة غنية لديها موارد ضخمة في كل المجالات، هناك طاقة متجددة، هناك موارد متجددة، هناك غاز مكتشف واحتياطات ضخمة، والجارة السنغال التي تشاركنا حقل سلحفات هي الآن منذ سنتين تقريبا وهي تعد العدة لاستخراجه ولتشكيل ولتكوين طواقم سنغالية وطنية، واستحدثوا صندوق خاص بموارده وهو صندوق للأجيال، ونحن ماذا فعلنا؟ نتحدث عن قروض تم أخذها لصالح رئيس سابق، ولكن مع قدوم الرئيس الحالي لم نرى أي جديد في هذا المجال. نعم، طبعا هذه الزيارة يتوقع منها عقد اتفاقيات مع إسبانيا في مختلف المجالات، تتوقع فعلا أن تكون نتائج مختلفة أو على الأقل مساعدة فيما تحدث عنه من إشكالات سواء المتعلقة بالاقتصاد أو غيره. إسبانيا تربطنا بها اتفاقات منذ عقود، وهي دولة جارة، وهي دولة قريبة جدا من موريتانيا، ولا تنقصنا اتفاقات معها، اتفاقيات معها، خصوصا أن الاتفاق الرئيسي الذي يربطنا بالدولة الإسبانية وحول الهجرة وفي المجال الاقتصادي حول الصيد، فماذا أضافت هذه الزيارة في هذا المجال؟ نعم، هذا هو السؤال. ماذا أضافت في هذا المجال وماذا ستضيف؟ ولم يكن هناك أي أهداف معلنة لهذه الزيارة، على أساسها سيتم الاستفادة
من الخبرات الإسبانية في أي قطاع في أي مجال، وخصوصا أن إسبانيا ليست من المستثمرين الكبار في المجالات المهمة التي تعتبر ركائز اقتصادية في موريتانيا، مثل قطاع الطاقة وما إلى ذلك. لكن ومع ذلك هي دولة متقدمة ولديها فعلا ما يمكن أن نستفيد منه، لكن أين هذه الاستفادة وتجلت في ماذا؟ في أي اتفاقية؟ في أي جوانب؟ في أي القطاعات؟ أين هي؟ نحن نسأل. حتى الآن كل ما تم الحديث عنه خلال هذه الزيارة هو مأدبة غداء نظمها القصر الملكي في إسبانيا للرئيس والسيدة الأولى، والحديث عن هذه اللقاء الجالية، وبالخصوص عن هذا التوصيف الغير الحقيقي والغير الصادق والغير الدقيق لاقتصاد دولة لديها كل الموارد وفقرها الحقيقي، والذي لم يكن لدى الرئيس أو غيره من المسؤولين من الشجاعة ما يمكنهم من قوله، هو أنها فقيرة للمسؤولين وطنيين لهم غيرة على وطنهم، يعملون لصالح الشعب الغلابة، الشعب الفقير، الشعب المتسول. هذا هو ما كان يجب أن يكون لدى الرئيس من الشجاعة، أو لدى المسؤولين الآخرين من الشجاعة أن يتحدثوا عنه. وإلا أنت الرئيس يتحدث عن شعب فقير في إسبانيا، والجهة الإعلام الرسمية في حفل راقص وبحضور أغلب المسؤولين، وتستخدم فيه موارد طبعا في مثل هذه الأمور موارد ضخمة، ووزير الناطق باسم الحكومة يتحدث قبل أمس في إكسبو دبي أننا وجهة للمستثمر ولدينا موارد هائلة، ويتحدث عن نيتروجين، ويتحدث عن الموارد الاقتصادية الضخمة والمهمة والتي تجذب المستثمر. فأي طرفين نصدق؟ طيب، شكرا جزيلا لك بابا إبراهيم ناشط الشباب. شكرا وصولكم مشاهدينا الكرام على متابعة هذه الحلقة من المشهد، إلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.